يلا 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 نزل 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 يوه الوقت الحين وشو شو القرية يا يلا ها طيب وبعدها بس هذه بس يا حسافه يا حسافه المشوار مخليني جلسات عشان اصدار يا حسافه الجامعه لا لا مش ترخيص ما فيه يا مجال ترخيص القناة قديتنا على متسابقين متحمسون طيرتونا النادي النادي والله محمد وينك محمد شوي بس هل هو بجانبك يا ابو صقر انت رجل فيك شي وين يا ذنود وليك طيب وين قدر وليك ابو صقر كنت اقرب واحد لابو معي والله يطول عمره ان شاء الله الرجال اداره قالوا للطواله ترخيصك ما يطلع اللي هو على خصم ما طلع على خصم الا اللي تشيل الصوره حقت الرجال واساميه ودنيا هل تسمحون يا الربع نشيلها لا لا طيب الربع حق الخصم يا الربع عندي شغل عندي شغل وانتم اكبر مني واعلى مني بنشيلها بنعلقها عندنا في قلوبنا في غرفنا واصلا صورته وزع وجمهوره يدرون بغلاء عندنا إيه؟ صحيح ولولا غلاء هزاع ما دخل محمد اخذ الجلسه كلام كان بياخذها عبد العزيز وقف على 2800 ما قدر يطلع اسود وهم شارطين ثلاثه قال والله ما تروح جلسه كلها العلم كله ولا اسكت محمد ابو بندر زايد ولا مع المبلغ شيل يا طويل العمر شيل ترخيص حبيبي اما جلسه نظاميه ولا تفتحون وين حوض الطاله كرت اصفر يا حبيبي وين ترخيصك يعني هل وجد صوت هل شيلت صوتك شيل غلاء الحمد لله والشكر يلا لو انا بشويش عليه بشويش عليه هزاع في قلوبنا يا رجال والله ما ادري عندك محلك هذا يا ابو الحمد لله والشكر شيل ابشر بس سعد شيل هاتوا هاتوا هاتوا
خذها خذها اعطيه 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 هزاع هنا هزاع هنا في القلب هزاع هنا هزاع في قلوبنا ولن ننساه ولن تراها محمد الطوالة بيض الله وجهه الا احياء هزاع خلاص هذه تسمى جلسة هزاع اي واحد يشتريها اسمها جلسة هزاع ما فيها شيء هذا اما صور ايش هذا فكر رجع فكر رجع كيف هذا اضرب ايوه اكسر بسوي لي قصيده يا ابن الحلال ايها قطيها يا مع الهواء اني داري والله ما طويت كتاب وخذيته كل شيء باطل اخذه من الفرشه يلا تقويمي راح عشان هزاع عيني يا بني عم عيني يا بني عم يا هلا بالليل هم غدروا محبة يلا ارحم على قولتها هم ودي كثير